خلونا نرجع مرة تانية ونتكلم على الحدث الأبرز اللي هينطلق غدا، وهو المؤتمر الصحفي اللي تم فيه الإعلان عن هذا الحدث، وهو العالم عالمين، لأن امبارح كان في المؤتمر الصحفي للإعلان عن جميع فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، واللي هيقام في الفترة من 13 يوليو والحد 26 أغسطس 2023 تحت شعار العالم عالمين. حقيقي كمان حضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وممثلي الشركات المنظمة للمهرجان. فخلونا نشوف مع بعض جزء من المؤتمر ونرجع من بعده نكمل بقية فقرتنا. ومن المستهدف أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتصبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل الوجهات في العالم. احنا الشركه بكامل طاقتها بكامل كوادرها في الفتره اللي فاتت شغاله على الموضوع، لانه الموضوع الحقيقه ما يخص الشركه، الموضوع بيخص البلد كلها. احنا العالمين بالشكل الرائع اللي انتم شايفينه، بالتخطيط الجميل اللي انتم شايفينه، بالبحر اللي ما حصلش ده، احنا عايزين نعمل مهرجان يليق باسم العالمين. المشاركه في الدوره الاولى لمهرجان العالمين بالنسبه لنا حلم بدا يتحقق، لان احنا مشاركتنا في العالمين الجديده بدات من سنين مع بدايه الدوله والتطوير العالمين الجديدة، ومع بدايات الترويج ليها كانت سيتي ادج موجودة، فلا يمكن ان احنا يعني نغفل دور مهرجان زي كده. هيكون الانشطة فيه متنوعة ما بين عروض ازياء وما بين عروض فنية وثقافية وحفلات. انا النهاردة شايف ان ده احتفالية بالمدينة الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي، بنشهد فيها تطور كبير جدا، بنشهد فيها حالة من حالات يعني التمتع بما تقوم به الدولة من تطوير لمنشآتها وللمدن اللي محتاجة ان احنا نبدأ نبصلها بشكل كبير ونبدأ نقدم فيها خدماتنا بشكل متطور. احنا تحت مظلة مهرجان العالمين الترفيهي السنة دي عاملين ان شاء الله نورث سكوير هيستضيف ثلاث فعاليات مهمة جدا، الكوست الكورة اللي هي كورة الشاطئية اللي هو التحدي جيل الذهبي مع بعضه، هيبقى في على مدار ثلاث ايام الخميس والجمعة والسبت الجايين، وبعد كده عندنا الانترناشنال فاشن شو بتاع مايكل سينكو، هيبقى اول مره يجي مصر ويعمل انترناشنال فاشن شو هنا في البلازا اللي حضرتك شايفها دي. الفكره جت لنا ان احنا طبقا للاستراتيجيه اللي اتبعها مهرجان العالمين، انه يكون الاحداث منظمه في كل اماكن مدينه العالمين، ما فيش مكان في العالمين ما بقاش في حدث رياضي. فاحنا كان عندنا فكره لتنظيم بطوله الكره الطايره الشاطئيه العالميه لاول مره في مصر، فكانت فرصه كبيره ان احنا نبقى موجودين تحت مظله مهرجان العالمين. كان شوط كبير جدا في الملف مع الاتحاد الدولي. العالمين تبقى في مكانها الحقيقي، في العالمين توصل انها تبقى موجوده على خريطه المهرجانات في المكان الحقيقي اللي تستحقها اللي هي الرياده.